بيرغول. نصيحة خليك على نفسك، إذا بدك تضل عايش هذا المجرم ضرب اثنين من الحراس، خلع عنهم ثيابهم بعد أن ربطهم إلى السور ودخل بعدها إلى المعسكر. وماذا حدث بعد ذلك؟ دخل إلى جناح الكابتن وغرز خنجرا على طاولة الكابتن ورحل. وكيف دخل دون أن يراه أحد؟ لأنه يرتدي مثلنا. الموضوع زاد عن حده كثيرا، يجب علينا أن نلقن أهالي حارة البروكار درسا لن ينسوه أبدا. كلام سيجور صحيح، يجب أن يعرف أهل حارة البروكار مصير من يتطاول علينا. تماماً، لكن مع أخذ إذن الكابتن. لا 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 داعي، والكابتن سوف يكون مسروراً جداً لأننا أخذنا بثأره. أرجوكم دعونا نؤجل هذا الأمر، إن معدتي تؤلمني ولن أستطيع الذهاب معكم. دانيل، اليوم هو أكثر يوم مناسب. لا أستطيع. أنا بكرة جاي على المستشفى وأنا عم بستناك.
صلصال جاهز. انت معي سؤالك يا بطل. وش صار بمشي؟ هات الخبز هات. اروح اجيب من الفرن؟ روح للصين بسرعة. غزال يلا يلا. ايه فحضرته عزمي افندي عم يعمل شعبية على حسابي. قلت لك ابن عمي هذا الزلمة ما نضيف بنوب. هلا هو سياسي محنك ابن حرام، يعني ما بيمرق مناسبة إلا بيطلع فيها يا بطل يا أما منقذ. إلا أنه أهل الحارة غشمة. لك أهل الحارة بيصدقوه ونسيوا شو عمل بأمه وبأخوه. على كل حال بيمضى الليل وبيطلع النار إن شاء الله يا رب. هات لنشوف شو القصة. ولا شيء لسه ما فيها انه ابو النور خير. خير ان شاء الله. شو عنده بنت ما شاء الله عليها، صحيح اسم استرجلي بس اخت رجال عبضاي، وحكت كلام مدوزن وبينسمع ما شاء الله عليها. تقول يعني فرخ سبع ولا فرخ ديب يغزي العيب. اي والله البنت المسترجلي مو حلوه وما بتنحب. هلا اذا الحديث عن بوسينا فبصراحه بوسينا كتله انوثه. ايه الحكي عن بوسينا بنت ابو نور مبلا. بابا انا بدي اياها للبنت. ايه من هديك المره سمعتنا انه بدك اياها. ايه ولساتني. ايه وسمعت امها لك ابني. ماما اذا بتريدي لا بقى احد يحكي على سمعت امها، والله العظيم انه امها مظلومه وشريفه. انا معها مزبوط، بس المشكله سيره امها على كل لسانات رجال ونسوان الحاره. طولوا بالكم قبل ما تختلفوا، ما بدكم أهل البنت يوافقوا؟ بالله شو لازم نحنا يلي نوافق. ابننا دكتور بنتن شو؟ إن شاء الله بيقبروني عيوني. نايد الشر. ما حدا بيقول عن زيته عكير. لا يا أبو عصمت لا، هيك رأيك فيني؟ أنت الغالي. اشرح لي تماماً كيف تحدد وين خيط ذهب وين خيط فضة. يا حجاج هاي شرحة بيطول كتير، انت عود وتفرج. هذا البروكار ما في منه بالعالم كله غير بالشام. أبو حسن أنا بدي أعمل لك دعاية كبيرة بجميع أنحاء فرنسا. الكينج أبو حسن. أنا ما بدي حدا يعمل دعاية، صيتي واصل لكل أنحاء العالم. فهمت؟ خلصنا. بونجور مسيو، شو طلبكم؟ كل شيء عندي، هذي بتقبروه موجود. عندي قماش بروكار ما له مثيل بالعالم. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، رح ورجيكم قطعة نادرة جدا. هذا السيف الشامي، أقوى سيف بالعالم، مصنوع من معدن الفولاذ الهندواني. واو.
يا مفتاح يا رزاق يا كريم. مرني اجلد انا بيرة. شو ها بيرة؟ نحن ما عنا هيك شغلات، ما منبيعها. حسنا حسنا، اجلب لنا نبيذ. شو نبيذ؟ ما نبيذ، عم بقول لك ما منبيع هيك شغلات. نحن عمي منبيع قهوه، منبيع زهورات، شاي. هاي الشغلات بتبيعوها عنكم مو عنا. شاي بالزنجبيل. شاي بالزنجبيل كمان ما عنا. ولا الا سكرنا القهوه يا اخي. ما عاد بدنا نبيع، ما عاد بدنا نبيع. قوم ابو محمود، شبه طول الوقت قاعد بوشي، ما عندك بيت. يلا يلا سكرنا عمي. يلا ابعد توب. شبه انت التاني قاعد عامل لك سكرنا القهوه طول النهار قاعد بوشي، ما عندك مرا. شو القهوه هاي؟ والله شي بجنه. قال بيره. يلا عمي عم نقول لك سكرنا. شو ما عم تسمع؟ هيا بينا، هيا بينا. اوروفوار. اوروفوار. يا لطيف شو ابو ظهر. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.